لكن في المنتخب استبعدوه. ده اللي الجمهور اختاره يا باشمهندس. والمعني هنا محمد ابو تريكه. هذا الاسبوع الاتحاد الدولي لكره القدم بيحتفل بعيد ميلاد ابو تريكه 33، والمنتخب بيستبعده. ما بين هذا التكريم وذاك الاستبعاد، كيف ترى الموضوع؟ الحقيقه خلينا نتكلم على الاستبعاد. التكريم منطقي، لان فيفا احترامهم لابو تريكه كان من ايام ما كنا في كاس العالم في اليابان، كان واضح جدا اهتمامهم بالكابتن ابو تريكه. وكان في حاله من التعاطف جامده جدا معاه، لانه لم يحصل على حقه في افضل لاعب في افريقيا عندما كان يستحقه. انما اللي عايز اتكلم عليه، انا زي ما قلت لك في البدايه ان توقعت ان يكون معايير احترافيه يلجا اليها مستر باب برادلي، لانه راجل امريكا ام الاحتراف يعني، ومع المنتخب الامريكاني. ما اظنش انه كان هتبقى اختياراته مبنيه على الاسس التي فسر بها بعض الاختيارات ولم تفسر بعض الغيابات. يعني عندما سئل عن مثلا عصام الحضري، قال لك ده جون كبير وله تاريخ وانا عايز اشوفه. زيدان ده لعيب كويس ومهم جدا ومن المهم وانا قادر على اعداده، قادر على اعداده رغم ان عدم انتظامه. لما سئل عن الكابتن احمد حسن، قال كابتن احمد حسن فاضل له ماتشين ويعمل رقم قياسي على مستوى العالم، ومن واجبه من حقه علينا ان احنا نهيئ له فرص، خصوصا انه ظاهر بمستوى طيب في الفتره الماضيه. هلا طب نفس المعيار، انا على فكره موافق جدا على المعايير اللي بيقولها دي. ما هو يعني بيتكلم على اسماء كبيره، ما هوش بيتكلم على ناس مجهوله يعني. ودي مباراه البرازيل ممكن يكونوا موجودين معاه، لكن بنفس المعيار انت تجاهلت لعيب كبير جدا 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 وظهر متالقا. حتى المباراه الاخيره دي اظهر لك واظهر لمصر كلها انه بيلعب 90 دقيقه بمنتهى النشاط والقوه، بيكون فاعل جدا ومؤثر على كل الملعب ولا زملائه. فانا برضو هذا المعيار الغير احترافي اللي لجأ له مستر باب برادلي في الاختيارات ما طبقوش على كابتن ابو تريكه، ولذلك تعرض. انا رايي ان ابو تريكه كان يستحق ان يكون موجودا في مباراه البرازيل اللي بتهم كل لعيبه مصر. طيب ابو تريكه يا باشمهندس قال انه يمكن في تصريح له على الموقع الرسمي للنادي الاهلي انه حزين لعدم الاختيار، لكنه بيطالب الجميع بمسانده المنتخب وبرادلي وجهازه في الفتره اللي جايه، وشايف ان مباراه البرازيل مباراه عالميه كبيره جدا، عند زمايله فرصه للظهور فيها بمظهر مشرف. طبعا امتصاصه الغضب بهذا الشكل واعترافه دي شياكه بقى ابو تريكه. ما هو دي كمان من الحاجات يعني اللي دايما تزكيه، يعني بتخليك يعني بتخليك تستغرب لماذا نتعجل دفع ابو تريكه للاعتزال، مع ان هذا النموذج كلنا لازم نساعده على الاستمرار اطول مده في الملعب. رايك ضروره استمرار ابو تريكه اطول مده، اطول مده لما يمثله على الناحيه الفنيه والاخلاقيه والقياديه. صحيح. قدوه يعني. طيب مانويل جوزيه، وهو يعني من شارك بنسبه كبيره، وانت اعتقد كنت شاهد وصانع لهذه الازدواجيه الرائعه جدا او الثنائيه الرائعه، مانويل جوزيه وابو تريكه. انت وياما قال ان جوزيه قال له كفايه بقى، انت سافرت تعاقدت مع مانويل جوزيه في المره الاولى 2001 وخطفت رجلك ل 100 عقبه جبت ابو تريكه. مانويل جوزيه اصبح مانويل جوزيه اصبح افضل مدرب في افريقيا، ومحمد ابو تريكه اصبح افضل لاعب في افريقيا. رغم انه شريف جبران بيقول لي وقتنا خلص، لكن اعتقد الفيديو اللي بيتكلم فيه مانويل جوزيه عن محمد ابو تريكه في قناه مودرن كوره كان مهم جدا في تسجيل راي جوزيه في ابو تريكه، خصوصا في هذا التوقيت. ومش هنعلق عليه ونسيبه لان بيقول الوقت خلص، نسيبه مع الجمهور. طيب نشوف مانويل جوزيه مع احمد شوبير عن محمد ابو تريكه. Mr. Manuel, what do you say to Abu Tryka today? His birthday, 33 years. What's your advice to him? For me, yes. For me, the great players, they have an edge. Huh? Yeah. In the first half, they made man to man with them. Yeah. He made only one good thing was the penalty, and after that he scored the penalty. But in the second half it was much better. Yeah. But it's normal. Abu Tryka, he did 33 years old. He need rhythm because in the last match he played 45 minutes, no more.
and I give them opportunity to today, and they play good, especially in the second half. And Butrika is the player. He continues to do the difference inside the team, inside the field, and the second half was very important for us. What's your advice to him? Advice? Yes. Continue. Butrika is a great person. He's a very special man. He's a great man. He's a great player. But at 33 years old, okay, Goma has 36, and yeah. Barakat has 34. Yeah. They represent the best that Egypt has in the last 20 years, okay? Yeah. And you must you agree with me. But at the same time, they are a fantastic example for the young players. Yeah. They are very important even when they not play. Even is not play? Even when they not play. Why? Because they are a good example for the young players. Mm. They are professionals. They are a very polite person. They are very honest. They only think about the team, and they transfer for the young players the early philosophy, okay? Yeah. And this is very important. They are a good example for the others. Yeah. نموذج طيب. يعني الحقيقه انا سالته عن ابو تريكه، قال انه لعب الماتش اللي فات وقت قليل، قال جريت بلاير، اللعيب الكبير هو، قال الشوط الثاني كمان كان افضل من الشوط الاول، اللي اتلعب عليه مان تو مان كان متصعب عليه، الشوط الاول جاب بينالتي وسددها، الماتش اللي فات لعب خمس دقائق ما عندوش ادنى مشكله، لعيب مهم جدا. قلت له نصيحتك ليه؟ قال بقى كل حاجه جريت، كل حاجه عظيمه يعني، قال انسان عظيم ولاعيب عظيم وبني ادم عظيم، قال انا نصيحتي ليه يلعب هو 33 سنه، ليه ما لعبش 36 سنه وقدامه بركات، وقال ده لعيب مهم، ده احسن نموذج للصغار، احسن نموذج للنادي، احسن نموذج للجمهور، مؤدب وامين، ما بيفكرش غير في مصلحه الفريق. وقال انا حابب ان ابو تريكه يكون موجود، واضح انه عنده تمسك كبير وعنده ارتباط كبير جدا بمحمد ابو تريكه. يعني هو تقريبا اللي احنا كنا بنقوله قبل المداخله دي، قالوا مستر مانو جوسيه لاعب عظيم، مثل طيب، يجب استمراره في الملاعب، وهذا يلخص ابو تريكه. وكنا نتمنى نتحدث اكثر عن هذا اللاعب العظيم، ولكن دهمنا الوقت. و دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي بطلا شامخا. نلتقي الاثنين القادم.